هذا البلد سوى بجهودكم أنتم يا أبناء مصر، بعملكم الجاد، بعقولكم المبدعة وسواعدكم القوية، فمن أجلكم وبقوتكم تحيا مصر. مش معرفة علمية، هي صياغة شخصية. أنا مش عايز فقط عقل متعلم، أنا عايز إنسان. الفكرة اللي حضرتك بتطرحها اللي لازم يكون بينها وبين تنفيذها جسر قابل للعبور عليه. مش احنا بنحلم لبلدنا، هو الحلم كلام، الحلم مش كلام، الحلم زي ان حبيت نفسك انسى بلدك. الدولة المصرية امانة في رقبتنا كلنا، يعني واحنا بنتحرك نعمل ده، هو مين يبقى عايز ياخد ولاده يحطهم في احتجاز؟ معانا على الهوا من شرم الشيخ زميلنا احمد غنيم، يعني طبعا هنتجه ليه بشكل مباشر. ويعني مساء الخير يا احمد، اكيد انا محتاجه تنقل لي الاجواء، ايه اللي حصل حتى اللحظه، ايه الجلسات اللي هتتم بعد شويه، وعارفه كمان ان معاك لقاءات، فاتفضل يعني كلمنا وابدا لقاءاتك. تمام، مرحبا بك يا لبنى. بالفعل الفعاليات ما زالت مستمره حتى الان، هناك العديد من ورش العمل، بنتكلم عن حوالي 7 جلسات عامه، يمكن ابرزها بتتكلم عن تقييم المشاركه السياسيه الشبابيه في الحياه البرلمانيه، وايضا بنتكلم عن دور الشباب ومشاركتهم في الانتخابات المحليه القادمه. بنتحدث عن مشاركه العديد من الوزراء في ورش العمل، وبالتالي يعد هو اول حوار مباشر بين مؤسسات الدوله المصريه او ممثلين مؤسسات الدولة المصرية والشباب. في هذا الإطار يسعدنا أن يكون معي الدكتور علي مصلحي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس. طبعا برحب بك يا دكتور. وفي ورشة عمل هتكون دلوقتي موجودة، كلمنا عن ورش العمل الموجودة منذ الصباح، المشاركات اللي موجودة، بنتكلم كمان عن الحوار اللي تم ما بين النواب وما بين التنفيذيين وما بين الشباب. أولا بشكركم جدا، وأنا من وجهة نظري ما يحدث اليوم هو نقلة حقيقية في إيجابية وحتمية إنشاء حوار ما بين الشباب الذي يمثل نص المجتمع في الحاضر الآن وكل المستقبل. فلنفتكر في أول عام 2016 فخامة الرئيس أعلن عام 2016 هو عام الشباب، ونحن الآن في نوفمبر، يتوج هذا العمل بأكثر من 3000 شاب، ويحضر هذا الاجتماع كذلك عديد من أعضاء البرلمان زي ما حضرتك تفضلت، الكثير من الوزراء وكذلك المجالس الاستشارية المتخصصة. إذا هناك اعتراف حقيقي بأهمية المشاركة، والمشاركة هنا مش إحنا جايين نقول للشباب إيه، لا، ده الشباب هو اللي قام بالاحتفالية من الأول، وأعتقد كان يسعد كل مواطن مصري أن يرى مجموعة خيرة شباب مصر هي اللي بتقدم البرنامج، وهي في نفس الوقت اللي بتقول ما هي رؤيتها، ماذا تريد، وليس فقط ماذا تريد ولكن كيف يرى الشباب حل الكثير من مشاكل مصر. طبعا دي مبادرة جيدة ويجب أن تستمر، وتستمر مع كافة فئات المجتمع. ويمكن سيادة الرئيس نوه النهاردة أن سوف يكون في نوفمبر من كل عام مؤتمر للشباب، ليس لسماع الكبار ولكن حتى نسمع نحن من الشباب. وأنا كنت سعيد النهاردة وشاركت في أحد الجلسات في المحور الاقتصادي، وكان دور البورصة في التنمية الاقتصادية، إسلام وأحمد عملوا برزنتيشن أو عرض متميز، مفاهيم البورصة، كيفية استخدام البورصة في التمويل، سواء في تمويل المشروعات الخاصة أو مشروعات الحكومية، كذلك أثاروا نقط هامة جدا وهي أهمية إدخال القطاع الغير رسمي وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن أن تكون البورصة وعاء أساسي لتمويل هذه الشركات. وكان زي ما حضرتك تفضلت كان معانا أكثر من وزير، وفي نفس الوقت أكثر من ممثل للمجتمع المدني وناس من البورصة، وأنا كنت موجود، وناس قانونيين. صحيح ورشة العمل كانت ساعة وربع، ولكن انتهينا بكثير من النقاط، ووعدتهم خلال 10 أيام اللجنة الاقتصادية هتعمل اجتماع،
تدعو فيه ممثلين البورصة وكذلك لمناقشة ما هو الإطار القانوني والتشريعي اللازم لدعم مثل هذه المبادرة. منذ الصباح الباكر زي ما حضرتك شفت كان هناك ورش في التعليم، كان هناك ورش زي ما حضرتك، ودي نقطة مهمة اللي حضرتك أثرتها اللي هي كيفية مشاركة الشباب في العمل السياسي والعمل البرلماني. ثم المحور الخاص بالسياسة النقدية اللي النهاردة هتتناقش، وهتتناقش السياسة النقدية وماذا يجب أن نفعله حتى نضبط سعر الدولار اللي هو يعتبر أحد المظاهر الخطيرة للأزمة الاقتصادية التي نعيشها. وبالتالي هناك حوار مستمر وهناك إدراك من الشباب بحجم المشاكل التي نعيشها، وفي نفس الوقت يظهر استعداد الحقيقي للمشاركة، وأعتقد إحنا فخورين بأولادنا وفخورين بأن إحنا نتعاون معهم. تمام، لكن التفعيل بتاع دور الشباب وإدراكهم بالفعل واقعية مشاركة حقيقية في العمل السياسي ده يكون إزاي؟ في جزئين، إحنا داخلين على قانون المحليات وانتخابات المحليات، وده مهم جدا، والدستور نص على إن التلت شباب والتلت مرأة والتلت من ذوي الخبرة، وإحنا أصبحنا من ذوي الخبرة وفخور بذلك حتى يمكن تطعيم الأجيال وتلاقي الأجيال حتى تنتقل الخبرات، فدي نقطة مهمة. النقطة الأهم، لدينا في البرلمان مجموعة من شباب البرلمانيين سواء نجحوا فردي أو نجحوا في القائمة أو في التعيين، الحق يقال أنا نفسي أيا كان انتماءاتهم السياسية، الاختلاف هو الوسيلة الحقيقية، احترام الاختلاف هو الوسيلة الحقيقية لإنضاج الفكر وحتى يمكن أن نصل للأمور الأجود لبلدنا. فكان هم برضو يقودوا الندوة النهاردة الصبح، وكان الجميع شهد لهم بالكفاءة والجدية. إذن لابد من فتح المجال، لابد من فسح الطرق، الطريق أكبر هاي واي، أكبر طريق واسع لازم ينفتح، بس على أسس المعرفة المعرفة المعرفة، الخبرة الخبرة الخبرة، حتى يمكن أن نضيف للبلد. شكرا لك، شكرا جدا جدا، شكرا لك. لبنى، سريعا معايا الدكتور داكر عبد الله نصب قائمة حب مصر. برحب بحضرتك يا دكتور. احنا بنركز على، او المؤتمر ركز على مشاركة سياسية للشباب، بنتكلم عن مشاركة الشباب في الانتخابات المحلية القادمة، ونحن يعني ما فيش يعني وقت قريب جدا وبالفعل تبدأ الانتخابات المحلية، وكمان بنعتمد على شباب الأحزاب السياسية. حضرتك طبعا اهلا بيكم في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. بينطلق تفعيل ما نهجه الرئيس السيسي 2015 في بن عام 2016 عام الشباب، وهو ما فعله في قانون المحليات اللي يتم مناقشته خلال الفتره القادمه، بان 25% من قوام اعضاء مجالس المحليه القادمه هيكون من الشباب، وهذه النسبه احنا النهارده بنحاول نستهدف ان احنا تبقى هذه النسبه مفعله في كل الكيانات الاقتصاديه، كل الكيانات السياسيه الموجوده في البلد، لكل الكيانات الموجوده في البلد، تمكين الشباب في كل الكيانات المؤسسيه اذا كانت وزارات ولا هيئات ولا مديريات ولا محافظين ولا محافظات، كل الكيانات المؤسسيه الموجوده في البلد لازم يتمكنوا الشباب فيها، وده دورنا، ادفعوا بالشباب، هم مستقبل مصر. احنا بنزرع وبنقلع وبنشتغل وبنعمر، اعتقد ان احنا واحنا منتظرين دور الاعلام كمان في الفتره اللي جايه عشان يبقى في علاقه كبيره جدا بين المواطن والحكومه ويبقى في بعض الثقه، وان شاء الله اهلا بيكم في مدينه السلام. شكرا لك، اشكرك يا فندم. لبنى، يمكن اقل من ساعه وتنتهي فعاليات اليوم الاول، لكن بالنسبه لفعاليات اليوم الثاني هتبتدي غدا باكرا بماراثون السلام وبمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيشارك في هذا الماراثون، وبعد ذلك يبدا فعاليات اليوم الثاني والذي سيشهد 7 جلسات. ايضا من ضمن الفعاليات هيكون هناك جائزه الابداع السنوي للشباب. طيب معايا استاذ عمرو منير، نائب وزير الماليه. طبعا برحب بحضرتك يا فندم. بنتكلم كمان من ضمن الجلسات اللي كانت موجوده النهارده وورش العمل هي كيفيه الاستفاده من المشروعات الصغيره، وايضا بنتكلم عن فرص العمل والبحث العلمي. يعني انا باعتباري نائب وزير للماليه للسياسات الضريبيه، ممكن اكلم حضرتك على اللي بيتم بالنسبه للمنشات الصغيره. مهم جدا، احنا بنقول ان المنشات الصغيره والمتناهيه الصغر والمنشات المتوسطه ايضا هي دي قاطره
النشاط الاقتصادي في اي دوله، لانه لو حضرتك تشوف الدول اللي تقدمت زي دول زي الصين والدول اللي تقدمت، النشاط الاقتصادي بيقوم على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ويجب تشجيع هذا النوع من المشروعات. احنا من ناحيتنا كوزاره ماليه وانا كمسؤول عن السياسات الضريبيه بنعمل دلوقتي على وجود نظام ضريبي مبسط للمنشات الصغيره ومتناهيه الصغر. هذا النظام يقوم على نوع معين من الضرائب القطعيه عشان نشجع هذا النوع من المنشات انها تعمل وتنمو وتحقق نشاط اكبر، وده اللي تم الكلام عليه النهارده. وبكره في ندوه عن الاقتصاد غير الرسمي وكيف ضمه للمنظومه الرسميه، هيكون في نفس الكلام في نفس الموضوع. شكرا لك. شكرا شريف. دي يمكن لقاءاتنا من داخل المؤتمر الذي جاء تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعار ابدأ وانطلق. عودة ليك يا لبنى. تمام يا احمد، شكرا يا احمد، وخليني ارجع لك مره ثانيه ان شاء الله ونرجع نشوف يعني الشغل اللي بتقوم بيه واللقاءات. وخليني برضه احيي زميلنا شريف بركات، طبعا انت اتلخبطت بس انا عارفه احنا الشغل والتغطيه مستمره على الهواء طول اليوم هنا في الحياه اليوم، حدث استثنائي بطبيعه الحال يعني، فكاميرا قناه الحياه مش بس برنامج الحياه اليوم لكن كل خدماتنا الاخباريه يعني مسخره، او بنحاول ان احنا نقدم لحضراتكم صوره واقعيه والحدث يكون منقول على الهواء مباشره باذن الله.